وقفنا مساندة وتأييد للثوار الذين خرجوا في ساحة التحرير وقرب المنطقة الخضراء للمطالبة بعدم تشكيل الحكومة المحاصصة، حكومة القناصين، الحكومة التي على طول 18 سنة قتلت العراقيين، شردت العراقيين، منعت كل شيء لمصلحة العراق. فوقفنا تأييد ونصرة أولا للشباب الثار في بغداد، وايضا لرفض تشكيل حكومه المحاصصه، لرفض تشكيل حكومه التوافق، حكومه القناصين التي قتلت شبابنا من 2011 مرورا ب 2016 الى 2019، ونهايه وليس هي النهايه اكيدا، لانهم متعودين على القتل بثوره عاشوراء. حقيقه احنا خرجنا نصره للشعب العراقي اللي متمثل حاليا، هو يمثل الشعب كله في مناطق في المنطقه الخضراء المتظاهر على حل البرلمان. مطلبنا سهل وما به صعوبه ولا به مضره للدوله ولا به مضره لاقتصاد البلد، وانما مطلبنا مطلب جماهيري. كما انتخبنا البرلمان نريد نحل البرلمان وتصير انتخابات نزيهه وترجع. شيخ افعال عدم تنفيذ مطالبكم ما هي؟ والله ان شاء الله خطوات تصعيديه موجوده، لان احنا مستحيل يسوون حكومه، ابدا ما تصير حكومه. حقيقه هذه الوقفه الاحتجاجيه و التظاهرات التي تشاهدونها الآن أمام مبنى محافظة البصرة جاءت مستنكرة للممارسات السياسية، وجاءت لكي ترفض الطبقة السياسية التي جثمت على صدر الشعب العراقي لأكثر من 19 عام، وبالتالي سيكون موقفنا موقف رافض لكل مبدأ محاصصاتي. وكصفتنا نحن كمواطنين عراقيين بصريين نعتمد على الحلول المحلية ولا نعتمد على الحلول المستوردة التي تأتي من خارج الحدود. أن الجماهير أقوى من الطغاة مهما تفرعنوا، سيبقى القرار للشعب العراقي، سيبقى القرار للشعب البصري اليوم وغدا. خلي يكون في بال كل الساسة، إذا الشعب العراقي اليوم وقف من أجل الاحتياط في قضية الدماء، لا، إذا اقتضت القضية للدماء نحن مستعدون، لأن الشعب إذا يوما أراد الحياة فلا بد أن يستجيب القدر، ولا بد لليل أن ينجلي، ولا بد للقيد أن ينكسر. احنا يوم كمواطنين بصريين طالعين مظاهرة ومساندين لإخوانا المتظاهرين في بغداد اللي على أسوار الخضراء. احنا كمواطنين طالعين غيرتنا دافعتنا وطالعين نرفض هذه الحكومة الجائرة اللي جثت على صدورنا أكثر من 18 أو 19 عام. هاي الحكومة أنا أعتبرها كمواطن ما لها شرعية، كمجلس نواب ما لها حق يعقد جلسات، أكو كتلة أكبر فائزة وانسحبت. فاللهم صل على النبي. فاليوم احنا نطالب من هاي الحكومة أن تتراجع عن قراراتها وانتصف الشعب العراقي. والله وقفتنا أولا نرفض رفض قاطع تشكيل الحكومة المحاصصاتية الطائفية، ومستمرين بالتصعيد السلمي الاعتصامات والمظاهرات.